بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال ما عدا وحيقول كذا، لك واحد شر الروحة مركو حول ليه أو نفط قبته لمن ربو حولي سوى حلو أقول يا هاي إنه دردارمو صدح ميلود لبا صدح ميلود هل ميلة سلس مقرات مثلا دي أي حولي سيين مثلا سقال بقول مركز صدح لو قيبي ما غير نغني ماشي صدح بقول سما صدح بقول وصدقي سنكرا ودردار مكرا لحد بقول أكلا دحل واحد هدو حول ليه انت والروح النولي هو عافي ما تقبه حوليسه وصدقي سنكرا لكن مربع هدو حمون صدو وحلو قولي عينو دردار مو صدح ميلوت مرك الله ديك هالميلة يوصل قيس انك تردار مكرا مرك الله جاي أبي إني تاس شيخ خالد أو فهمين ما قرأت بداس أو دردار انك بالله جاي أبي إني شيخ خالد أو فهمين هدوس ان حوله بلا هين محل قب حين اسق حوله بلا هين تدك حوله هلا دردار من ربع هيا لوجو تلقى لي ثلث كاس أما هدوس ان حوله لا هين يعني وحويان الله وكالمي فما سيوبان وحي لو عاصي لها قاب كيسي وباهي مركان بنت هبه لغا سيموله حولها إساقو ملاها سوما هذا كله إيقا صدقه هو علمه سيئ فاك صدقين كرتا الصدقة عادية هذا الله بحيا هو والدك وانت يبادبار وقو سمينيسا أما روحي صاحبة هايين أما روحي قرابة هايين أيو كلية هاي لعقتها سي أما حولها سي مركا إنا دردارن كي آباها فلس أما هو يدا ويفي عمته لكن أيو حولها إليهين ماها مركاس وحوله أي المها إليهين يقبح يجي الصدقين معنا تصق قلوه نعم السلام سؤال شهورة أو كسب سن تماه الروبية عدادي مدوبي سما الله مريكرا جواب تيدو حوي ومسألة خلافية علماء دسكو خلاف سيه مسألة الإسلام اللي جاي معها علماء قارو ليه وحاران قارو حيليهن ما هو مكروه قارو حيليه ويسكب ننته حديث باتشرا النبي صلى الله عليه وسلم أضيع الروبي ويرد كبدلا مدوغنا كيل عليه وكفوقي حديث كاسا اصل واه قليها ديدا حديث كيما مركا معنيه سينا لقى مرميا سجنان تي سنه لقى مرميا صحيح مسلم بكويا لا لكن وحا لقى مرميا جملة مدوغا كفوقي ما هذا النبي به مساء وهذا الصحابي وقدري يا لقى مرنسيه برك حديث كينا ولا جمر إنسانية معناه وفائدينيه ما حرام وفائدينيا ما كراه وفائدينيا ولا جمر إنسانية. دنك كلا واحد شرا إلى شن صحابة كم ذا ويكسر جنتهاي أما دو بيسدين استعمال الشرين أما إنا يفسحين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هل قاس أمرك واحد كتمت علماء دو ينسكو خلافان قاري ده هذا دب ملا قاري ده هذا وحرام. مسألة مركا لما قوين كرو مركا سوكا لسيدا سوكا لمركا يتهي ودليل كيدي يوحي اللوح اسكنة يوحوغا وحضا الكاسي قالو مسائيش وحي اسكم يتهي اجتهادي وآن لا اتكينين باي كم يتهي هل مر باي لسلو قولي يعني حاران تهي هل كمر حاران تهي وقورما نين اضيء اما نين لن يرابا نقو تيمو كحر روبين ايا انو قورسدو ربا gaar yar buu raayin u guursado ama islaan inuu guursado rabo markaas timaha u madoobaystay yaa timaha u madoobaystay muxuu rabo marka inuu siro soomaa inuu ummu jeeyo timaha wada madaw yahay sida lagu guursado taa qish iyo khiyaana ku jirta soomaa taa wal islaam galayna haaraanta
لكن مركن كله ومسألة خلاف كاس كتشره لكن واحد ليه لو حكفي عن مذوبي سدا وحكفي عن مدن ليدا هذا مدب كل ليدا هذا براونك براونك وحويان وقت النبي قال استعمال كتشره مدب كاس كتم بلدي كتشري سي خلاف كمتشره وبنائه والنوعه وجدود ير يمدو إسكتشره واحد روح مركو كاف وجي واحد مدة سنة تميز مذوبين مركو كوسو دوادن عصوص باكتشره تنوع عصو كليتا هذا خلاف كمتشره وبنانته تا إيوه قدودك لا بد خلاف كمتشره مذوق ودخده وتمه سيد إله أبو ركض لجاي كاوي ميت كمرن كتشره وهذا الكتشره مركا إن أتكيه كاف توتان بفي عم براونك أو كلاذ استعماشا هذا إني ما ذنب حقا ويخير خفيفين يا مسألة واحد لقصير كرنا با الله يدي بركة مسألة قدم ككلام كوساب سن سكده كوساب سن هدي كوري جوا حكا جا صوب حياة وصل أديكي بكوكو في الليل هذا سكوا باه سكاد بعز سكده يا ضو باه سكيل لقصير كوري جا سياهنتي سل فيه سنة لقمة سكية با كوري جا لفهنتي سل لقمة سكية وحيا لها أن إيب كو أولي له وحصو سارة لكن يجعل فهو هذا أن لا إيبينين كل قد يجعل لفته هذا زكاة لقبله لكن واحد صو سارة هداي دكمان قياس تسكدهنا قارن سنة نقص ورجع لك زكية وحكم إذا بابور تواوين لررتو يا بابور تواوين لررلا ترى لياش الوشة قيست وسمعنا لكن بابور كله فانتي سلك زكين ماي لكن واحد صو سارة ما دكماي سنة نقص ورجع هل كذا لفيرنا يا wuxuu soo saaray hadayna waxba ka dhigmina ayadana saka lagu male waa wala isticmaalayba baawurtaas ka mida basaska ka mida warshadaha ka mida Soomaaligt yani guriyaha la kireystay ba ka mida la fahantooda saka lagu male wixii ka soo baxay hadaad biilatana saka lagu male naxam barakallahu sheekh suugiya barakallahu nimba weydiyay wuxuu yiri taqwa saako bangi liiras تقوى ساكو ما هي تهي دي ماشي دي سلاعك ما سيوتا سيوش كاينه بانك بحلال ما سارو ما سيوي تقوى ساكو و اسكاشاتو دتكو اي لعقها ديكتان مركي لعقها ديكتان كدبنا لعقتو بركي قدر قادو مدنا تالو aya waxa la siinaya deyn baa la siinaya muddo uu ku soo celiyo damaanadna waa laga dhigaya wax commissionna way ka goynayaan oo khidmad shaqadu ay ku socoto wax xafiisyada iyo shaqaalaha iyo waxaas lagu wadana way ka goynaya marka hore lacagta dhigayso iyo marka aad qaadanaysaa waxay ku saaraya marka shariicada muwaafaqsan tahay mise way khilaafsan tahay مالين دويد بان لا فريسان يعني الشيخ محمود الشبلة قليها كعنتك وهي معلومات فربضان أي نسيين كدبنا مسألة وحان كون لباريس بان كو سمينينا وينغا ورسوغيان وينغا ورسوغيان إنان كو آن كيسينو ولين بحثي كيد وحبان نوغو ديمان مركان كسل قادنو أيان إن شاء الله تعالى دادك أشيكينا هذا وحكا خلدان تهينا ديار بيويه وحيه وحيه وحكا خلدان نلا الصحة نسي نوشيغين مركا أنك حق أنك أولي بسالة دي أن كسل كارين مادام مركا وحنا وقود ديميهين حبكا مرده كارو نعم السلام عليكم عليكم السلام سؤال هو أو كوساب سن لعقت أت كود دينستي شلين أوغندا أت كود قدي شلين كينيا وحباك خلدان سيدا صح ده أنا وحوي حد عمرك أت كود قدي سو أما شلين أوغندا أت كود قاعدة كود
ama hadaad ka maarmoodo inaad shirinkeen iyo ugu guddo waa in aan sicirka aad sarifka aada ugu sarifi doontee labada lacagood laysugu sarifayo waa inaadan horey uga sii heshiinin ee markii ay gaadho inaad lacagtoodii usoo dirayso markaas sicirka uu yahay sarifku waa inaad ku siiso oo maalan dayntii inaad guddaad gaadhay bil ka hor baad qaadatay waxay kaa sugayaan kugu leeyihiin waa inaana shirinkiinya noqonin waxay kugu leeyihiin waa lacagtaad qaadatay nooceedii waay shirin ugaandhay kaa sugayaan laakiin waqtigii markii la gaadhay ayaa waxaad tidhi war ma yeeshinin waxaan idinku siinayaa kenya bas sarifku maanta meequu joogaa intaasuu joogaa sidaa markaad ku heshiisaan markaaba waa inaad u dirto ma fahanta markii hore hadaad ka qaadanaysa haddaad ku heshiiseen shilinkiiyaad lagu siin doontaa ma bannaana laanna waa sarif dayni gashay waa haddii intaad mar dambe ku heshiiseen lacagtii aan shilinkii kinya u beddelo isla marka aad ku heshiiseen aadan bixininna iyadana riba gelaysa masalada ma fahanta masalada labaadi waxa weeyaan shidaalka markaad soo shubto oo meeshii lagu diraa shidaalka geyso waxa yarkee kusoo hadhay gaadhiga ama bayb kusoo hadhay waxaa iskale dadkii shidaalka iska lahaa ma garat adiguna xaqii darawalnimada adaad leedahay haddaad mushaar qaadanaysay mushaarkaagii baad leedahay haddaad alawansi kale qaadanaysay alawansigaagii baad leedahay laakiin shidaal wixii ku saabsan oo laguu soo dhiibay dhibicina ha noqotee dadkii iska lahaa baa leh hadday wax soo noqdaan hadday wax ku kordhaan wixii aad sidaa ku qaadato si khaldan ku qaadatana waxay noqonaysaa khayaano iyo xaaraan bay noqonaysaa waana ogsoonahayoo darawaliinta in yaroo ilaahay ka baqaysa mooye halkaa xoolo badan bay ka sameeyeen warkeeda waa haya yaa hadduu idan ka qaado dadkii xoolaha lahaa way u fasaxaan dhib ma laha waa fahmay ayib waxa ku soo hadhay ma intii ma dib bay kaga soo darmadeen soo shidaalkii hore uun maaha waa shidaalkii hore wey shidaalkuna dad baa iska leh laba mid waaya adiga in lagu fasaxo iyo inaad dadkii ilaha u celiso labadaa mid waaya laakiin wax dhexda laga saari karo haba yaraatee ma jiraan hadda koor baa meesha la yidhaahdo muxuu ahaay zambiyaan tagnay dacwo sidan oo kale aan u tagnay nin waxaa jira darawal ahaan jiray oo sidaa shidaalka baabuurta dhexda markuu sii socotay iyo shidaalka wax ka iibsan jiray ninkii xooluhu ka yeeshay wixii saddex baabuur markuu marayo oo uu ka iibsaday waxaas ayaa ninkii ilaahay qalbigiisa hanuun geliyey wuu yimid su-aal buu weydiiyey sidan oo kale waxaa loo sheegay inay xaaraan tahay baabuurtan ka iibsadayna iyaguna waa xaaraan oo maxaan sameeyaa sadaqee baa la yidhi baabuurta wuu go'aansaday inuu bixiyo xaaraanta iska gudo oo ma saddex baabuur oo waaweyn oo kusoo fiirinhayaad adiga bixin karta imtixaan bay noqotay asagii wuuba go'aansaday laakiin islaantiisii baa intay soo istaagtay ba waxay tidhi ninkan wuu waalan yahay la qur-aan saaro ma garatay marka marka hore waa fiican inaad ka taxadarto oo aad isku daydo xaalaasha inaad ku gaabsato xoolahaas waxaa iskale dadkii shidaalka lahaa haba yaraato iyagu haddayna ogolaanin si kale laguma qaadan karo nacam shiicadu waa noocyo nooc waa gaalo
نوعنا ومسلم نوعنا والسكو خلافسي يغلف تودا انت سو مذهب ما قرت هو قالدا الشيعدا وها كميده اسماعيليه وكله وها كميده اغخانيين تو اغخان تن ادركن اصل كدو شيعه وها كميده قولدان نصيريه اللي يراهده سوريا كتليه علويين اللي يراهده مسنيين هدا بابين وشيعه كبترسين شيعه وحجر الطوائف هي كوحو هي مذاهب قالا هذين نوع عايهين كور مسلمين ما جورسن كران وحي قلان وحاران شيعه قار سني قار وحجر مسلمه لسكو فاسين مسلمين وقيبتا لمن كان يراد زيديه زيديه ولمن كان يمن وبدن شيعه يمنيت كون ماها حوثيين دما حوثيين تو يدوا ايران فكره ايران بير قبيسين ورافضه ليراها لكن من وحا جيره يمن وبدن او ليراها زيديه ليراها فكان من كاس هو مسلمين ما يخصو ده من كان هو مسلمين غور عودنا واصحيا غور كودنا واصحيا من كان خلاف كو كجيرو وان من كان ليراها رافضه او ايران iyo wixii kuma dhaba rafida leenada ku ayaga culimada qaar badan waxay qabaan inay gaalay yihiin qaarna waxay leeyihiin warmay caamadooda ama waxba garanayn iyo la gaalaysiin qoladana hadal baa ku jira marka in ga shiiciga gabadha muslim sunniga uu isu qariyay yaani shiicada nooc uu ka yahay in la fahmi baahanta gowru ciiso inuu banaay inuu san banaay nooc uu shiicada ka yahay in la fahmi baahanta taasi ku xidhanta ama ahmadiyada nimanka la yiraahdo ايغو شيعه ما احمديه قاديانيه لا يراها ايغو وا قالو مرلان وانا نيمانك قبا نبي محمد انو نبي كدنبيه صلى الله عليه واله وسلم نين او هنديه احمد غلام لا يراها ميرزا او انجليزكو واغو دولكاسي غوميسن هي او سميه انجليزكا سميه نبي نيمو شيكتي وحو يري نبي محمد بان كدنبيه أحمد بان الله يدها محمدنا خاتم النبيين بوها أنا أقول لكن أحمد بان الله يدها هل كان كلا صربحي أي الرميسيين أو النبي أو النبي محمد كدم به صلى الله عليه وسلم لمن كان أحمد يد اللي هذا مركا علماء مسلمين تسكم خلاف سنة إن قاليهين جوار مسلم هذا نحرق وما قبته وحي جورا عانا وبختني كاسة كوا مركا ويكدوين نعم ها كاركا NHIF دب ملها واستعمالي كرتان وكفايد سن كرتان لان وحوي وحوي هاي انشورنسيغا تامين كنوع لو يقانو اجتماعيغا اي دولدوه سميان اي دادك لوغو اديغيو عيدنا اينا كتاجيرينين او كغنعسنينين واهي يعني وحوي انشورنسيغا نوعيه بدن له نوع حارانا يا نوع بنان marka nooc banaan buu kamid yahay wa ka faa'iideysan kartaa waan qaadan kartaa naab aha sheekh ningaala waxa uu yeeshay xoolo marka ninki telefoonkiisa wixii meel uu xirib digan waay marka xoolana ilaasiina ma garan marka xoolaas rajo ma ka qabtaa inaad heli ya ma ka qoosato ma ka qoosato sadaqe naab ay ya airtime kan loo qaato ma way goynayaan way dhigayaan sax yani wax weeyaan markii oo rasiidku ka madho ayaa waxaad u baahanaysaa inaad ka deynsato ها قاعد كو غاتنا ما هيست ها ادونا وحي كو ساري كو جهازي دملا وبلاي صوت كو بلاي وحوي صوت كو بلاي اريدين سي وحي اريدين عديو شركه لاق ما دان كدين سنين شركه واحد كدين ستي سافيس ما قرات واحد كدين ستي اير تايم ارتم كل عقمه
صوما وبدعو ومنفعو وخدمت يسافيس بات كقادتي شركة دا سافيس كات كقادتي يا دين كقادتي مركات كاش سينيس أو شركة دا كجاي يبسينيس يا مركات دين كقادة ساكلا قاليسان مرك فأنت ما قرأت مركات كاش سينيس سافيس كاي كسينا يان وكبدين يهاي مركات دين كقا مركات دين كقادنيس وين تاون وحكي كده عن توكله أديكوا دكان كبدأ عدد تالا لغويري بيهن دكان كيالا هادات كاش هذا يسينا يسنا والله بتنشيلن هادات ديني كقادنيس أنا وصدر شيل مركات سواح تلومي الحق ما هي صدم ماكو قادنيها وصح صوما صدم كواين واحد كلكو سي درمانينو ما فهمتي مركب واحد بيع الأجل بالي هذا ديب ملها هذا تؤفه أنتو الشركة ده واحد كقاضته إني لعقتها كدي من لعقتي لعقة بدل إني كسهرته فهمك قوس وبحي وربو صوص ما مركب فهمك حقيقة خلدمي وحوك خلدمي واحد قاضته لعقب ما صوما صافي سبعة قاضته كلا قيمة بدل مركب الدنيا هاي يمركب كاشي كلا قيمة بدل وين تعرف ديب نملا نعم حق أنا ويا هذا هاي يا هاي 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 سؤال شو حوي قات كان عنا سيجار كان وعبا صلاة دي ولا قاري ولا آدمي ساج كيبان يمد وان ويسستي وان عضيدي صلاة دي وان صوق علي مركا كوا نوع عاس ونوه تكام هاي بلو ونوه وهم لقى أقبلا جواب تو حوي مقات كا يسيجار كحرام نمضوضة تاسوا مسلو عنيتان كودي استعمال كودي كجناس جودة يكل وحران عدوى عنيت دودة كجناس جودة استعمال كودة كل وحران لكن روح استعمال يكوي ابتليسن حدود تكذو صلاة دي سوي ويكذو أنت هيدم بيجو كشرو مثالا السينية كبا عدبا روح مسلم الدلي هو كس الدلي ومساج صقل التكذي سلادي اسمه سعنيسا هو سعنيسا هو الدنبي كان هو الدنبي وجوني قالي سلادة وتكني وواجب له كلها صوما روح بالزينيستي زيني قشم بكتيرة خمرض وبعب يابا صوما قرن مركوم يرسدنا وتكني سلادة وواجوني خمرض وواجوني صوما ويكل دوانته marka tan waxay u baahan tahay cibaadada inuu hagaajiyo sax cibaadadiisu sidii la rabay ma aha oo hadii sidii la rabay ay ahaan lahayd way ka joojin lahayd waxan inna salata tanha ala alfahshaa wal munkar waxaanu dhan salada way ka goyn lahayd saladiisa tabar daran laakiin dhihimayno salada laga aqbali maayo dhihimayno soonka laga aqbali maayo ha cibaadaysto ha cibaadaysto cibaadada haduu keeno insha Allah waa laga aqbali dambigaasina waa dunub gooni dooda naam واي غير ها صدر اكسين دور ها لبدي الصلاهود سو ديب دغتي اسكو دررتا تيم كوب لاواد برتا ميدي هور كوب لو سوما طور كي سو ديب دغتي وقتي عصر كاس لتو كنيسا سو سسما مركا ما عصر كا جوغان هور مريا ميس دور كي هوريي بان هور مريا دور كي هوريي توكو كا عصر كا دمبيسي عشي مغرب كوات صوت بلكتي حلي عشاء تكنيسا مغرب كهور مري عشاء نكدم بيسي سيدي اترتيب صنايا اترتيب نعم اوكي مدة هوري جناعسيقا ديمها قلي نيكي ديمها قليين وعرية و تلفوناتا دنسدي
waxay ku xidhan tahay in la helo ninkii wax khalday ee deymaha galay si xuquuqda loo kala caddeeyo. Haddii uu ganacsigu yahay magiciisa inay dadku la mucaamuloonayeen magiciisa, khaladkuna ganacsiga ka yimid, ganacsigaa lagu leeyahay. Markaa haddii ruuxii meesha joogay uu tasarufaad khaldan isagu sameeyey, tasarufaadkiisii khaldanaana wax ku yimaadeen, markaa isaga iyo dadkii la mucaamulooday ayay wax ka dhexeeyaan. Laakiin keesku gooni ahaantiisa wuxuu u baahan yahay in loo fadhiisto oo la dhagaysto dadkan waxay sheeganayaan, shirkaddii iyo dadkii lahaa la arko. Markaa kadib baa laga soo saari karaa dadkan xuquuqdooda yay ku leeyihin. Wax hadda la iska dhihi kara maaha, laana waxaa laga yaabaa dooday qabaan inay sidaa ka duwan tahay. Taa marka waa masalo khusuumo weeye, dhegeysi bay u baahan tahay. Ama masaladan dambe, baabuurka aad ka furatay birta hadduu yahay baabuur laga tegay oon ciidina lahayn, oo cid hadda sheeganaysa iyo midna ayna jirin la isaga tegay oo la nacay, waad intifaacsan kartaa? Waa hanti la iska tuuray waay, soo maa. Hantii hadda la iska tuuro ninkii lahaa oo banaanka uu ku tuuray haddaad hesho oo isagiiba iska nacay, qaado ma garatay? Marka waad intifaacsan, ciidina u celin maysa, ciidina kuguma laha, laana ninkii lahaa waaba iska tuurayba, wuu nacay. Markuu nacayna adigaa ka faa'iidaystay, mushkila ma leh. Naam. Yaa waa laba su-aalood. Midda hore waxa weeye, ganacsigii sanadkii hore uu ka sakeeyey, sanadkii dambe markuu soo wareegay, intii sanadkii hore uu kaga sakeeyey ma dhaafin. Wuxuu faa'iido ganacsigu wuxuu soo saaray, laakiin wuu cunay intii sanadkii hore unbay joogtaa. Marka zake ma lagu leeyahay waay? Jawaabtu waa ha, intan hadda uu yahay hadduu gaadhayo qiyaastii zakadu ku waajibaysay waa lagu leeyahay. Hadduu hoos uga dhaco qiyaastii zakadu ku waajibaysana sake laguma lahaa. Qiyaastii zakadu kaga waajibto xoolaha ganacsiga waxa weeyaan 85 gram oo dahaba inuu suuqa ka goyn karaan xoolahaas. Hadday intaa iyo wixii ka badan xooluhu dhan yihiin zake waa lagu leeyahay. Haddayna intaa gaadhaynin ama hoos uga dhacaanna sake laguma leh. Saan ku garan karnaa? Waxaan ku garan karnaa dukaankaad qiimeyn xoolahooda, kaba soo qaad xoolihii dukaanka markaad qiimeysa, waxay soo baxday 200 kun oo shilin Kenya bay soo baxday. Suuqa dahabkaad tagtay, waxaad tiri 85 gram oo dahaba ii qiimeeya, waxay noqotay 400 kun. Adigana maxaad meesha ku haysataa? 200 sekama lagugu leh maya lagugumala. ilaa ay gaadho qiyaastaasi 85 gram ee dahabka ilaa ay lacagtu gaadho sake laguma leh. Saas daraaddeed kiyoosyada yaryarka ah ee biilka laga raraasaday inta aan gaadhayn waxba sake laguma leh. Talabaad, shardiga labaadna waa inay sanad soo wareego waay. Marka xoolaha aan faa'iidadooda aad cunaysay sanadkii dambe haddayna hoos uga dhicin 85 gram oo dahaba qiyaastooda, haddayna hoos uga dhicin sanadka labaadna waad ka sakeen, sanadka kalena saasaad kaga sakeen, ilaa ay hoos u dhacaan oo ay qiyaasta hoos uga dhacaan. Su-aashu waa maxay? Sakadii meesha ka soo baxday adoo halkan jooga Eldoret ama Maylihine, qaraabadaadii oo Mandheera joogta ma u diri kartaa waxaad? Jawaabtu waa haa. Asalka sakada horta waxaa iska leh meeshay xooluhu joogaan dadka jooga asalaan iska leh, masaakiinta iyo fuqarada joogtaa iska leh asalka. Sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu calaa fuqaraihim, reeyamaneed waay. Laakiin culimmadu waxay yidhaahdaan laba xaalaba
sekada waa la wareejin karaa meel kale loo diri karaa. xaaladii waxa weeyaan meesha aada joogto xooluhu joogaan meel kaloo ka baahi badan inay jirto, meeshaad joogto dadku waa roon yihiin, waa iska roon yihiin, laakiin meel muslimiintu gaajo ugu baaba'ayaan baa jirta, waa la diri karaa. Markaa xaaladda labaad ee la diri karo waxa weeye dadka aada u diraysa inay qaraabo yihiin, laanna qaraabadu laba goor bay xaq leedahay, xaq miskiinna xaq bay ku leeyihiin, qaraabonimona xaq bay ku leeyihiin. soo ma silatun wasadaqa buu ku tilmaamay, qaraabo xidhiirsnimo iyo sadaqo wada socoto. marka hadday qaraabo baahan yihiin oo masaakiin yihiinna markaa waa loo diri karaa. laakiin cadaalad sameeya waxaad samaysaan, masaakiinta meeshan joogta idinla joogtana wax ku tuurtuura, masaakiintii xaggii jirtayna wax u dira, kuwan ha qadinina macnaha. allahu aclam. waqtigii ma dhammaaday? salaadii soo lama gaadhin? su-aashan ugu dambaysa insha allah. barakallahu insha allah khayran ku rajaynayna. tana ugu dambaysa haye. ha ya haye. ha wax yar su-aasha dhiga, su-aal muhima waay, su-aal muhim ah waadii naanfacaysa waay. dadka qaar waxaa ku dhaca sida wiilku sheegayo, waswaas baa ku dhaca, shaytaanku waa cadow. marka hore hadduu ku guulaysto inay cibaadada aada bannaanka inaadan imaaninba oo cibaadadaba kaa hor istaago wuu samayn. hadduu yeeli waayood ka guulaysato ood cibaadadii soo gashana cibaadada dhexdeedu kuugu imaanaya, wuxuu samaynayaa inuu cibaadada kaa waswaasiyo. marka waswaasku waxa weeye ruuxii wuxuu isleeyahay ku dhahayaa, shaydaanka ku dhahaya, wuxuu kuleeyahay shay aan qabatayba wuxuu kuleeyahay si saxmaada u qabanin ee hadda sax soo ma waad weysiisatay, wuxuu kuleeyahay weysadaada waxbaa ka khaldanaa. marka saas dhihi waa run ee sax. salaadii baad gashay, allahu akbar baad tidhi, wuxuu kuleeyahay allahu akbartaa tidhi kaale kaafka amaad qaladay, ag ogow kaafka maada sixini, bal ku noqo akbar markaad dhahda, haddana wuxuu kuleeyahy maya racdaa, haddana wax kaa khaldanaya, haddana ku noqo. mar kale wuxuu kaasoo kuleeyahy kuleeyahy maya allahu akbar waad kala goysay, xidhiidhi allahu akbar marba meel buu kaasoo gelaya. mar wuxuu kuleeyahay waxbaa kaasoo tifqay, neef baa dabada kaa timid, mar wuxuu leeyahay xubinkaaga taranka waxbaa kasoo baxay, yaa weysadii baa kaa jabtay. dad fara badan baa cudurkaasi ku dhacaa, waana cudur khatar ah, cudur halisa waay. ruux hadduu ku dhaco dadka marka dambe wuxuu gaadhsiiyaa waalasho junuun, wuxuu gaadhsiiyaa inay cibaadadii intay ku adkaato marka dambe uu isaga tago, cibaadadii iyo diintaba isaga tago, wuxuu gaadhayaa heer aadan xamili karayninba, ma wadi kartid, waana meeshuu doonaya shaydaanku inuu dadka gaadhsiiyo. waxaa la rabaa marka waswaaska noocaasi, mar wuxuu kaa bilaabayaa cibaadada iyo dahaarada iyo salaada iyo marka laga tago, mar tawxiidkii iyo caqiidadu kaa gelaya soo ma. waka nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasalam wuu kuu imaanaya, markaasu wuxuu ku leeyay samada yaa abuuray allah, dhulka yaa abuuray allah, adigaa ku abuuray allah, allah yaa abuuray buu ku dhihi soomaa garan. marka waxaad tidhaahdaa ilaahay baan rumeeyey, waswaaskan iska xib. maxaan u baahannahay marka, waxaan doonayaa inaan dhowr idin siiyo talooyin oo dadka waxaas ku dhacay siday isaga daaweyn lahaayeen. kow, talada koowaadi waxa weeyaan horta ilaahay magangalkiisa iyo inaad ilaahay magan gasho ku dadaal. wima yanzaqannaka min ashaytaani nazqun fastacid billah, acuudu billahi min ashaytaani rajiim. ducooyin lagaga xirsi xidhaa jira, ducooyinkaa badi waxaad aada u akhrisataa suuradda birabbinnaas
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أيضا روح يكون صاب صنطه وسواس كشيطان كإلهي كما انجليس سو قضب ما قضب كاللبادي وحويان ورك وكو شيغي هالرميسانين صحنا هايسدين انتاد رميساتو صح هايسدين بيني وقضب كأمي مسواه نبي قانا ينقلت لي صلى الله عليه وسلم وركي سبيني ورسولك صلى الله عليه وسلم هذا صلاتك تركوي ما ريا تبدو كا أفوفيا وركسو كله ينفع كاسو بعد رسولك صلى الله عليه وسلم صلاة ده كبحن وركي سنة هيلين إلى أن أما شنقر ما قشو أما أردرين يا بريا هوستو نحن دو كاتا تابنا يا إلا واحد واحد بلا أي قوة ومع ونودع جرابة صوما بريا نحن دو كاتا تابنا يا مركسو كده يروح كاسو بحن حبين كتران كزمارك وعلى غيره وينو علي مر مريو يا هو يلا هذا والله كادي ما كاسو دادت والصلاة كبع وسوي استجيس هذا نمر كسوي استجيس واقوم وتقوين تهاي بولي وما أنت نمر مسؤول بدك تشري ساس درادي النبي وكيف وسواس كاس كود عيوك يوري مر كات سال ما كاسو بحده مسقش وسوي استجيسته بيها انتاد قاضو ماشان أو حبين ككو آدم مارته كصيد ماشان بيها مارت كقو قو سي هادو تمركو كو يراه ور واد اسكو كاديده وخبا كاسو باخاي ادو تيرا هادو ميه وا بيها اسكو دادي ور وا بنت هاي بيها انو اسكو سايري وي سادو دحو سوما غران معنا وخا لغا ودا وجيددو تاهي حداد اس دحدو وا رونتي وخان صح حداد اس دحدو ميشا وي ميشو كو دحفديو وا صحدي و هدنا كولا سي سخون هدنا و كولا سي سخون هدنا و كو سي دوركين هدنا و كو سي ودي marka dambe diintu kugu adkaynaya saas daraadeed warkiisa rumaysanin soo kuma dhin waxba ka soo baxay yeel ka dhe ka soco soo ma rumaynin saxin soo kuma dhin salaadi ma xidmin allahu akbar taadu ma xidmin yeyna xidmin dhawligeed ka soco dadka qaar buu faatixad u dhaxwarisanaya marka samaanta waxa halkaysa iyagu ku hay alhamdu alhamdu qala tahiyyat kul at tahiyyat halkaas uu ku dhaxfadhiya sooma marka waxa la rabaa warkiisa beeni harumaysan wax sax haysdhin ka soco ilaahay ka magan gal ka xirsi xiro ma garad markuu arko inaadan dhageysanayn waa ku deynaya laakiin balaayo waxay ku dhaxfadhida markaas istiraahdo waa runtii waxba khaldana iska sax marka tiraahdo halka way meesha uu kaasi luminayo qodobkaasi markaa qodob farabadaana waayahan waa ku dhac cudurkaas meela badan buu dadka ka gala dadka qaar qoysku ka gala dhalinyaradu kor waxay yimid leh sheekhu hadal kan ku hadlaba waxa iga dhaadhacayso inaan xaaska igu furay subhanallahi hadaan dhaho waxaan u fahmayaa naagteedii waan ku furay inaan dhahay weligin miyaad aragtay hadaan alxamdulillahi dhaho naagteedii way furowad furanta inaan idhi baan u haystaa sheekh wax ma iga furmaan may waxaan ku leeyahay waxba ka furmaaya hatta dad ku wardida waad furanta waxba ka furmaaya laana waxa isee culimada qaar kood leeyihiin waa nooc junuunka kamid waa nooc waalida kamid waa ruuxa noocaas oo kalena hadalkiisa lama waqabtaba marka heer wuxuu ku gaarsiinayaa aad halis u ah oo ruuxa uu diinta ka saarayo marka dambe marka iska xid inta aad dadhowdahay oo fududahay لا دجالن قاب كان يسجد دعوة إن شاء الله تعالى وفقكم الله وجزاكم الله خيرا إلى توفيق هين وافشيو خيرا الله ينوس سهله إلى هين تبارك وتعالى الدنيا خرب هين بركيو ماشي إنني يحريها إن الله يدنكو أمان سدو إلى هيدنكو أمان سدو من نمضي ولا لمضي إلى لي إن شاء الله وذا شركة وذا ياشا كذا بيا وذا ياشا وذا ياشا وركو ذا الله مقر ريران وذا إلى هين ورير بعي ريران وذا إلى هين ورير بعي سومالينا hoganka dhaqanka hoganka dhaqanka iyo odayaashu waa muhiim ya meeshan muxuu ahaay waxa dhexdegan tihiin ee wadan muxuu ahaay dalkeenna iyo deegaankeena waa ka soo fogaanay Soomaa waxaan la deganahay darisku waa gaali u badan yihiin hadii markay isku duubni iyo ismaqal iyo ixtiraami odayga iyo sheekhi hadaydan ismaqalin gaar ahaan markay siyaasadu timaado ama hunguri yimaado ilaa Soomaali meeshay u baxday halkaas Soomaali waxa biiyay waa kursi iyo
iyo hunguri soomaa mar kelimadeeda ugu dambaysa waxa weeye midnimadana ilaaliya ismaqalkana ilaaliya odayaashana maqla kala dambaynta ku dadaala wada jirka ku dadaala sidaasaad ku jiri kartaan iskuna ilaalin kartaan masaalixdiinana ku ilaashan kartaan towfiiqda allah idin waafajiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh